يمكن تكون اللجنة المشتركة وسرعة عقدها بعد تكون يعني تشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة وأيضا الموضوعات اللي ذكرها فخامة الرئيس من موضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه لأشقائها في موزمبيق فيما يخص سواء كان تدريب في مكافحة الجريمة زي جريمة الاختطاف اللي فخامتك تحدثت عنها او الموضوعات اللي خاصه بالارهاب واحنا يمكن تكلمنا فيما يخص الارهاب على ان دي تجربه لينا تجربه فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي وان هي عباره عن هي محصله جهل وتخلف وفقر بينتج عنه شكل من اشكال التطرف ينتهي الى استخدام الارهاب كاداه يعني وبالتالي المقاربه الامنيه ما كانتش فقط المسار اللي مصر كانت بتنتهجه في مكافحة الإرهاب فقط ولكن أيضا البناء والتنمية والتعمير ده كان أحد المحاور اللي احنا بنتكلم فيها وأيضا تحسين يعني وتصويب الخطاب الديني ده أيضا أمر احنا اتكلمنا فيه واحنا في مصر مستعدين أيضا ان احنا نقدم في هذا المجال من خلال مؤسسة الأزهر الشريف تدريب للأئمة إلى اللي هنا لإعطاء صورة سامحة عن الدين بعيدا عن التطرف بالإضافة طبعا للتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا زي ما يعني دايما نتحدث ان احنا لدينا خبرات جيده في مجال يعني المشروعات المختلفه في كل المجالات لان مصر خلال السبع سنوات او ثمان سنوات اللي مضت كان لها خطه استراتيجيه كبيره جدا جدا لاقامه بنيه اساسيه متطوره في كافه المجالات سواء كان في الطاقه او في النقل والمواصلات او في التعليم في الصحه كل ما هو يخص الدوله بمفهومها الواسع احنا اشتغلنا فيه على مدى وفي زي ما قلت 5000 شركه بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع ان تقدم هذه الخبرات اذا كان ده مناسب لدوله موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربه في المجالات المختلفه زي ما قلت كل الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها سواء كانت موضوعات خاصه مصر تقوم الان ببناء شركه باولين العرب سد جوليس نيري في تنزانيا وده سد ضخم جدا وده لدينا الخبرات لعمل اي شيء ممكن يكون فيه فائده تعود بالنفع على دوله موزمبيق ايضا تحدثنا ايضا على ان احنا ما يمكن تقديمه من مساعده في المنطقه اللي هي يعني اللي بتشهد شكل من اشكال الارهاب في المستوى الصحي وده أمر احنا هنبقى مهتمين به بالتنسيق مع وزارة الصحة في موزمبيق ونشوف ايه اللي ممكن نقدمه في هذا المجال زي ما تحدثنا خلال وتحدث فخامة الرئيس على ان كان في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي أيضا كان في توافق فيما يخص القضايا زي القضايا الموقف تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان وأهمية يعني العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة وده واضح ان ده توجهنا جميعا من اجل ايجاد حلول لقارتنا الافريقية وعلى ارضها اللي هي اكثر قضية حديثة لان هي قضية التطورات اللي بتحدث في السودان ايضا تحدثنا عن موضوع الازمة الروسية والاوكرانية واهمية الوصول الى حل دبلوماسي لها بعيدا عن الصراع و الاقتتال وده أمر احنا أيضا متوافقين على ان احنا يعني ده مهم جدا ان احنا تحسبا من ان ده يكون له تأثيرات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين.
في النهاية أنا بشكر فخامة الرئيس وبوجه له الدعوة على زيارة مصر في الوقت المناسب لي، وأيضا بشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي احنا قبلنا في بلدنا الثاني موزمبيق. لأنا سعيد جدا بزيارتي ليها، وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس أيضا على قيادته الحكيمة وعلى دايما اتفاقه حتى مع المعارضة. أنا بهنيك فخامة الرئيس، مهم جدا أن دايما نتفق على أن مصلحة البلد الدولة هو أهم حاجة، فبهنيه على هذا أيضا الاتفاق، وبتمنى كل التوفيق، وبتمنى للشعب الموزمبيقي كل التقدم والسلام. شكرا جزيلا.